هذا يقول من استيقظ من النوم ووجد في ثوبه بللا، إذا وجد البلل في ثوبه أو على جسمه هذا احتلام، عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل. قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء يعني الاغتسال، من الماء يعني من خروج المني. والنائم لا يشعر، قد يحتلمه ما درى، ولكن إذا وجد الأثر هذا دليل على أنه احتلم فيغتسل.